اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكلة تطبيق اكس تويتر نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات وبعدها سنقوم نقوم بالضغط هنا على تطبيقات من ثم نقوم بنزول الى الاسفل والضغط هنا على تطبيق اكس تويتر من ثم نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة من ثم نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين بدأت نقوم بالضغط هنا على التخزين المؤقت وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديو القادم ان شاء الله